ضمن الوجود المتزايد للمرأة السعودية في مواسم الحج، تشارك الشابة غرام لأول مرة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وذلك مع زميلاتها اللاتي يشاركنها ذات الفرحة. كانت تجربة جدا رائعة، وإن شاء الله كمان تستمر إلى نهاية الحج بالشغل الرائع اللي إحنا قاعدين نسويه. أنا طول عمري صراحة مرة نفسي أشتغل في الحج، لأنه قاعدة أشوف أبويا وأعمامي أخواني أقاربي كلهم تقريبا عندنا شغل الحج وراثة. طبعا أهل مكة معروفين الحمد لله، ربنا مشرفنا بالشغل هذا. كنا سابقا مكتبي، بس غير حرفيا لما تنزل الميدان وتشعر بالحاجة. أولا نروح زيارة المستشفيات للمرضى، نقدم لهم هدايا، نطمنهم، تشوف فرحتهم كيف لما نطمنهم إن هم أهلهم كويسين وحيطلعوا الحج. أما هنا وفي مطبخ واحد من أشهر فنادق مكة، تعمل طاهيات محترفات يقمن بتقديم الوجبات على مدار اليوم للحجاج، فيما تتأكد فوزية بنفسها على جودة ما يقدم للنزلاء من طعام في هذا الموسم المزدحم. ضيوف الرحمن مسؤولية كبيرة لنا، فبنبذل جهد كبير لضمان تطبيق اشتراطات البلدية واشتراطات الصحة العامة، حريصين جدا لتقديم أفضل ما عندنا لضمان جودة سلامة الغذاء. قبل كده ما كان موجود شيفات نساء، فأنا أول واحدة كنت موجودة في الفندق، فالحمد لله أسسنا القسم هذا، سواء من الهوت أو من الباستري الحلويات، ونقدم أطباقنا للحجاج وكثير عجبتهم أطباقنا وتعرفوا عليها. كان صعب كثير قبل 5-4 سنين إنه المرأة تتوظف في مكان فندق أو شركات كشيف حلويات أو أي وظيفة، الآن أتسهل الحمد لله هذا الشيء. موسم مختلف ومميز، ليس فقط في عدد الحجاج الكبير، وإنما أيضا في تواجد المرأة في الحرم وبقية القطاعات المختلفة والتي تقدم خدماتها اليومية للحجيج. أحمد بقيت العربية، مكة المكرمة.